بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القرآن الكريم آياته عادة تتضمن مفاهيم عامة تجري في كل العصور وفي كل الأماكن، وإذا كان للآية شأن نزول فشأن نزول الآية لا يخصص معناها. القرآن نزل في 23 سنة، وكل آية أو كل سورة أو كل مجموعة من الآيات نزلت في وقت معين وحين حدوث قضية معينة، لكن تلك القضية المعينة لا تحصر الآية. يعني مثلا سورة يوسف على نبينا وعليه وعليه الصلاة والسلام، هذه السورة فيها مضامين كثيرة، ليست تلك المضامين خاصة بيوسف عليه الصلاة والسلام أو بمن أحاطوا به في تلك القضية. هذه مفاهيم عامة تلك القصة أو تلك الآية جاءت لبيان ذلك المفهوم العام، وبطبع الإنسان المفاهيم المعنوية عادة لا يلتفت إليها إلا إذا رآها بعينه أو سمعها بأذنه، وطبعا المفاهيم المعنوية غير قابلة للإحساس لأنها معنوية، فتمثلها في قصة أو في شأن نزول يسبب فهم المعنى للإنسان أكثر. ولذلك في الدروس، سواء الدروس المدرسية أو الحوزوية أو الجامعية، يضربون مثالا، يعني يذكر فكرة يريد يقرب هذه الفكرة إلى الأذهان، يضرب مثال، المثال يقرب الفكرة إلى ذهن الإنسان. وتلك الأمثال نضربها للناس. إذن المفاهيم ليست خاصة. وفي حديث شريف أنه لو مضامين الآيات كانت خاصة بناس، فإذا ماتوا أولئك الناس ماتت الآية، يصير مجرد فد قصة في التاريخ ما لها قيمة. والقرآن كتاب هداية ليس لمجموعة خاصة عاصرت الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فهذه المفاهيم مفاهيم عامة. إذا الله يذكر قصة من بني إسرائيل أو من آدم أو من نوح، ليس لمجرد قصة. القرآن مو كتاب قصة، القرآن كتاب هداية، وإنما يذكر تلك القصة لأجل تلك الفكرة التي فيها الهداية.
ولذلك القرآن الكريم القصص المذكورة فيها فيه هذه القصص مو كاملة إلا قصة واحدة هي قصة يوسف، وأيضا كثير من زوايا قصة يوسف مو مذكورة في القرآن، في الروايات أو في التفاسير مذكورة. لماذا؟ لأنه القصة إلها بداية إلها نهاية، كثير من مفردات تلك القصة أو من وقائع تلك القصة مجرد قصة ملء الفراغ ما بيها جانب عبرة، لذا القرآن ما يذكرها. قصة موسى مو مذكورة في مكان واحد من القرآن، في عشرات الأماكن من القرآن مذكورة، وكل مرة هم مذكورة زاوية من زواياها. وحتى إذا قضية واحدة ذكرت كم مرة، إذا واحد يقيس هذه المرات بعضها بالبعض الآخر يشوف أنه في مرة مذكور جانب وفي مرة أخرى ذاك الجانب ما مذكور، مذكور جانب آخر أو جانب ثالث جانب رابع. قصة آدم عليه السلام عشرات المرات في القرآن مكررة، بس ماكو تكرار، لأن في كل مورد لأجل هدف وهداية خاصة وبكيفية خاصة حسب تعبير الروايات بالزيادة والنقصان. يعني مرة تذكر مفصل، مرة تذكر مختصر، مرة تذكر جانب ولا تذكر جانبا آخر، مرة ثالثة تذكر ذلك الجانب الما مذكور. فإذن الآيات كل آية تريد أن توصل فكرة، بشرط أن الإنسان يتدبر ويتفكر. هذه الآية التي تلوناها في بداية الكلام شأن نزولها في قضية بني إسرائيل وفرعون وآل فرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، مثل كل دكتاتور الذي يستبد ويجعل نفسه هو الأعلى، ولأجل أن يحكم سلطته يفرق بين الناس. وجعل أهلها شيعا، يستقوي بطائفة على طائفة أخرى. بين قوسين أبو سفيان كان ذاهب إلى الروم، فملك الروم كانت واصلت لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله يدعوه إلى الإسلام، أسلم تسلم. فعندما علم أنه واحد من سادة قريش جاي إلى الروم استدعاه وسأله أسئلة، أبو سفيان اضطر أن يجيب بالحقيقة لأنه خاف أنه إذا كذب على الملك الملك يحقق، وإذا شاف أنه هذا كاذب قد يأمر بقتله، فلذلك اضطر أن يجيب بالحقيقة. من جملة الأسئلة سأل أنه هذا عندما ظهر وعندما سيطر على المدينة هل فرق بين الناس أو جمع بين الناس؟ قال لا، جمع بين الناس، الأوس والخزرج كانتا قبيلتين متنازعتين، فجمع بينهما فأصبحتم بنعمته إخوانا، ما فرق. قال زين، هذا اللي تقوله ضمن مسائل أخرى، هذا عمل الأنبياء، الأنبياء يجمعون بين الناس والملوك يفرقون بين الناس لكي يستمروا في الحكم. وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يعني يجعلهم ضعفاء، يبتزهم أموالهم ونساءهم وأعراضهم وأعمالهم وما إلى ذلك، إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فهذه الآية شأن نزولها بني إسرائيل، بنو إسرائيل وفرعون، لكن مفهوم الآية كما ذكرنا مو مفهوم خاص، فتقص بالتاريخ، والقرآن ليس كتاب قصة وإنما كتاب عبرة وهداية. معنى هذه الآية يجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أهم مصاديق مفهوم هذه الآية الحالة التي يعيش فيها المؤمنون في هذا العصر وفي العصور الماضية ولعله في العصور اللاحقة. ونريد أن نمن، هذه منا من الله سبحانه وتعالى، واحد لا يتصور أنه استحقاق ولا يتصور أنه هذا واجب على الله سبحانه وتعالى، كلا،
الله سبحانه وتعالى خلقنا من غير استحقاق منا، تفضل من الله سبحانه وتعالى، وأرسل الأنبياء لنا تفضلا ومنة، وحبانا بوسائل الهداية تفضلا ومنة، وحتى الشرائع والأوامر والنواهي هذه تفضل ومنة، لأن نفع الالتزام بالواجبات يعود للإنسان، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج، وضرر مخالفة النواهي ترجع إلى الإنسان. ونحن نعتقد خلافا للعامة والأشاعرة منهم بالخصوص أن أحكام الله سبحانه وتعالى هي للمصالح والمفاسد، إذا شيء فيه مصلحة وهذه المصلحة مصلحة ملزمة لا مصلحة لله، لأنه هو لا يحتاج، هو الغني، مصلحة للناس، إذا مصلحة ملزمة فالله سبحانه وتعالى يأمر أمرا وجوبيا، إذا مصلحة وفائدة كبيرة لكن مو ملزمة يكون الأمر مستحب، الله يأمر لكن أمر استحبابي، وإذا بمفسدة كبيرة فيكون النهي تحريمي، وإذا مفسدة خفيفة فيكون الكراهة، لأن الكراهة عادة المكروه فيه مفسدة لكن ليست تلك المفسدة المستوجبة للنهي التحريمي. فالله سبحانه وتعالى إذا أمر لنفعنا لمصلحتنا، وإذا نهى لأن في ذلك المنهي مفسدة وأيضا لمصلحتنا. إذن فحتى الشريعة من الله سبحانه وتعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إذا واحد أطاع الله سبحانه وتعالى هذا الجنة عندما يدخلها أيضا تفضل من الله، إحنا بعباداتنا وطاعاتنا لا نوفي حق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. في دعاء عرفة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإمام يقول ما معناه أنه إذا كل عمري قضيت في عبادتك فلا أوفي حق نعمة واحدة من نعمك التي لا تحصى. فإذا الله يقول للمطيع الجنة فهذا تفضل آخر. إذا نريد نمثل مثال عرفي، إذا أنت شفت فت فقير معدم فأنت وهبت له قصرا، هو كان واجب تهب له قصر؟ لا، تفضل. بعدين إذا قلت له أنت الذي وهبت لك هذا القصر، إذا قلت لي شكرا مقابل هاي كلمة شكرا سأهبك قصر أكبر، هذا القصر الثاني شنو يكون؟ يكون أيضا تفضل. وإلا إذا احنا نصلي نصوم نعبد الله سبحانه وتعالى هذا ما يوفي نعم الله سبحانه وتعالى، على هذه النعم أولا وبالذات لا نستحق على هذه العبادة ثوابا، وإنما تفضلا من الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا الجنة. ولذلك في الحديث أن في يوم القيامة لا يدخل إنسان الجنة إلا وهو يذعن بأن دخوله في الجنة ليس لأجل عمله، وإنما هو بتفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا كل تفضل. الله سبحانه وتعالى أيضا يريد أن يتفضل على المؤمنين المستضعفين بأن يمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله وهذا وعده تفضل. فالآية شنو تقول؟ ونريد، هذه إرادة تشريعية تكوينية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا الشرط الأول، استضعفوا في الأرض، يعني الاستضعاف
إنما يكون في الأرض وليس استضعاف في عقيدته، لأن المستضعف قسمياً، أكو مستضعف في العقيدة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا مو مراد المستضعف في العقيدة، يعني الذي لا يعرف ربه، لا يعرف نبيه، لا يعرف إمامه، لأجل أنه ضعيف، إما ضعيف عقلا أو ضعيف بدنا أو بأي جانب آخر، هذا مو مراد. المراد المؤمن الذي في عقيدته قوي وليس مستضعفا في عقيدته، عقيدته في ربه سليمة، عقيدته في نبيه سليمة، لا ينكر مقامات النبي التي حباها الله سبحانه وتعالى، عقيدته في أئمته سليمة، ينزلهم في مراتبهم التي رتبهم الله فيها في اعتقاده وعمله، زين، وعمله يكون صالح، لكن مستضعف سياسيا، مستضعف اقتصاديا، مثل الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الأئمة كانوا مستضعفين بهذا المعنى، يعني هناك خلفاء متجبرون غصبوهم حقوقهم، أموالهم، حريتهم وما إلى ذلك. الآن كثير من المؤمنين في قمة الإيمان لكنه مستضعف، يعني السلطات الجائرة تحاربه لأجل عقيدته، ممنوع من المناصب العليا لأجل عقيدته، ممنوع من التجارة لأجل عقيدته، ممنوع من كذا لأجل عقيدته، بل تصادر حقوقه وتصادر أمواله ويمنع من حقه لأجل عقيدته. فالآية تقول الذين استضعفوا في الأرض، الاستضعاف في الأرض مو في العقيدة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، زين. فالشرط الأول أن لا يكون مستضعفا في عقيدته، وإنما مستضعفا في الأرض، زين. هذا الشخص اللي مستضعف في الأرض إنما استضعف لأنه يعتقد العقيدة الحق، فإذا قام يداهن يتنازل عمله يصير عمل خاطئ، طبيعي أنه السلطات الجائرة تقربه، لأن السلطات الجائرة تحارب المؤمن لإيمانه، فإذا صار مثلهم ليش يحاربوا؟ لماذا قتل مالك بن نويرة وفلان شخص قرب تقريب وصار مثلا والي؟ لأن هذا الشخص مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه، الذي بشره الرسول صلى الله عليه وآله بالجنة، ما استعد أن يخضع لغير ما أمر الرسول صلى الله عليه وآله به، فقتل وفعل به ما فعل كما هو معروف وتعرفون ذلك. أما فلان حاب وجار وداهن، مداهنة غير المدارات، غير التقية، التقية أنت تبطن الإيمان وقد تظهر غير الإيمان لحفظ مالك أو عرضك أو نفسك، مدارات معنى ذلك حسن المعاشرة مع الناس حتى مع المخالفين، المداهنة معناه على حساب الحق، يعني تتنازل من الحق لأجل الوصول إلى مكسب مادي، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، زين. إذا أنت ما تتنازل عن حق الحق طبيعي أنه أصحاب الضلال والجور يستضعفونك، مو أنت تستضعف نفسك. الآية تقول استضعفوا، هذا الشرط الثاني، استضعفوا، مو هو استضعف نفسه. أكو بعض الأحيان الإنسان يكون كسول، لا يعمل، لا يجد، لا يكد، لا يعبد، هو هذا مستضعف، بس هو مستضعف نفسه، هذه المنة لا تشمله، مقصر هذا الإنسان، معاقب هذا الإنسان، أنت أدي ما عليك، ثم بعد ذلك الظالمين إذا استضعفوك تصير من مصادق استضعفوا، استضعفوا فعل مجهول
مو استضعفوا أنفسهم. كثير من الأحيان الإنسان هو سبب مشاكل نفسه، يتمكن من العمل لكن يكسل، بعدين هم يمكن يحاول تحوير المفاهيم الدينية إلى ما ينسجم مع كسله، ما يعمل. ليش ما تعمل؟ يقول أنا منتظر للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، الانتظار معناه العمل، أن تعمل فيما تقدر وأن تنتظر فيما لا تقدر. إذا أنت عندك ضيوف وضيوف أعز عليك، متى تقول أنا منتظر الضيوف؟ إذا رحت هيئت مستلزمات الضيافة من المكان والطعام وما إلى ذلك. زين، مجيئهم إلى بيتك هذا مو باختيارك، وصولهم إلى البيت أنت تهيئ كل مستلزمات الضيافة، بعد ذلك تقول أنا منتظر للضيف. إذا شوية متأخر، إذا شوية تأخر الضيف، هي تفتح الباب تشوف الشارع تشوف الفرع وتتصل أنه ليش تأخروا. أما إذا واحد لم يهيئ مستلزمات الضيافة، لا هيئ طعام ولا هيئ مكان ولا أي شيء، وقاعد صار الظهر، ها ليش قاعد منتظر؟ هذا كاذب، هذا مو منتظر. يقال لو كنت منتظرا لهيأت. فاستضعفوا معناه أنه مو أنه أنت تستضعف نفسك، لا، أنت تعمل ما عليك، تعمل بالورع بالتقوى، ولكن أعينوني بورع واجتهاد والعمل والتبليغ والإرشاد، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن تعمل بمقدار ما أعطاك الله من قدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن بالنتيجة قوى الضلال والظلم والجور مسيطرة، وأنت لا تتمكن في جانب من الجوانب من إزالة ذلك الاستضعاف، تصير مستضعف، وإلا لا تكون مستضعفا وإنما تكون مستضعف لنفسك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، مو في عقيدتهم، وإنما يستضعفون في الأرض لأجل عقيدتهم، لكن عقيدتهم قوية وليسوا مستضعفين في عقيدتهم، وإنما مستضعفين في مالهم في حقوقهم لأجل عقيدتهم. والمستضعف الظلام، فرعون وهامان، أي حاكم ظالم، أي وزير، أي موظف ظالم. فرعون مثال، هامان الوزير مثال، أي ملك أو أي رئيس وأي موظف يكون كفرعون وكهامان. ونمكن لهم في الأرض، التمكين في الأرض أنه يتمكن من أن يعمل بحرية تامة في دينه وفي دنياه، لا مانع من ذلك. هذا وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لذا إحنا عندما نقول الإنسان يجب أن يهيئ نفسه، هذا مطلب واضح، أنت تهيئ نفسك حتى إذا الإمام ظهر تكون من أنصار الإمام مو من أعداء الإمام. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مو استثناء من أمير المؤمنين ومن الإمام الحسين. 18,000 واحد كتبوا رسالة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وكم واحد صفى منهم؟ أقل من 50 نفر، ذولا اللي إجوا من الكوفة، قسم كانوا جايين مع الإمام من المدينة، وقسم هم من أقرباء الإمام عليه الصلاة والسلام، وقسم من هؤلاء شهداء كربلاء أصلا لم يكونوا من الذين كتبوا رسالة للإمام عليه الصلاة والسلام. من 18,000 رسالة أو 12,000 حسب بعض الروايات، أقل من 50 واحد صفوا. زين، خو إحنا الآن نقول يا حجة ابن الحسن عجل على ظهورك، ومثل ذلك كتبوا رسالة للإمام عليه الصلاة والسلام، عندما جاء الإمام قسم خذلوا الإمام، وقسم كانوا من قتلة الإمام عليه الصلاة والسلام. زين، إذا أنا ما مهيئ نفسي، ما مربي نفسي في ديني في عملي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات.
شنو هو الضمان إذا الإمام ظهر أكون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ماكو ضمان. الخوارج من كانوا؟ سؤال. خوارج كانوا ضمن جيش أمير المؤمنين شمر بن ذي الجوشن لعنه الله تعالى. هذا الشمر كان من أصحاب أمير المؤمنين في يوم صفين، وفي المعركة جرح، يعني في سبيل أمير المؤمنين جرح، وفي يوم عاشوراء كان أثر الجرح موجود على جسمه، لكن صار من الخوارج في نفس معركة صفين. ليش صار من الخوارج؟ مو هو 18,000 واحد رفعوا جردوا سيوفهم على أمير المؤمنين. صحيح هو كان في جيش أمير المؤمنين، لكن اعتقاده بأمير المؤمنين شنو كان؟ كان اعتقاد أنه حاكم. الحاكم أعطى نفير عام عندنا حرب، والناس انضووا في الجيش. هسه الآن مثلاً أنت تروح في دول العالم كلها، مثلاً في السعودية، هذا الجيش اللي موجود في السعودية يعتقد بالملك مثلاً، وبيهم شيعة وبيهم إسماعيلية وبيهم زيدية وبيهم ما أدري كذا وكذا وكذا. زين، هذا اللي صاير ضمن الجيش، ليش صاير ضمن الجيش؟ إما باعتبار وظيفة وراتب أو كذا، أو مجبور، مو أنه باعتقاد أن الملك هو أول الأمر وأنه لازم أطيعه، باعتبار حاكم بيده السلطة أنا هم أصير ضمن الجيش. هذا الجيش الأمريكي مثلا في مسلمين وفي يهود وفي نصارى، وهكذا في كل الدول. الشعب إما جبراً إذا أكو جندية إجبارية، أو لأجل رغبة مالية، أو لأي سبب آخر ينضوي إلى الجيش، مو باعتقاد بالحاكم بأنه مفروض من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين كانوا في جيش أمير المؤمنين، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى ذي قار إلى الناصرية لمعركة الجمل، وانتظر في ذي قار 15 يوم، إجوا آلاف مؤلفة من الكوفة باعتبار حاكم، والمؤمنون منهم كانوا أقلية. وهؤلاء عندما ذهبوا مع الإمام إلى صفين لم تكن نظرتهم إلى الإمام أنه إمام منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه مفترض الطاعة، وأن قوله قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن قول الرسول هو قول الله، فقول الإمام هو قول الله سبحانه وتعالى. ما كانت نظرتهم للإمام هكذا، وإنما نظرة حاكم. زين، عندما تكون نظرة حاكم في موقع مفصلي يخالفوا. فإذا هذا كان بالنسبة إلى أمير المؤمنين وهو أفضل من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه إحنا عقيدتنا أن أفضل الخلق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ثم فاطمة الزهراء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، بس بهذا الترتيب، أن أمير المؤمنين الأفضل، ثم الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم الإمام المهدي، ثم سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام في الفضل سواء، من الإمام زين العابدين إلى الإمام العسكري. فالإمام الأمير المؤمنين أفضل من الإمام المهدي، الإمام الحسين أفضل من الإمام المهدي، وهكذا يخذل. زين، الإمام المهدي إذا ظهر المعادلة ما تتغير. إذا إحنا إيماننا كان ضعيف، عملنا كان ضعيف، قد والعياذ بالله نتحول إلى خوارج، كما أكو في بعض الروايات أنه ناس قراء قرآن عندما يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يقولون ارجع ارجع، لا حاجة لنا بك، احنا ما نحتاجك، ما نريدك، ويقاتلون الإمام عليه الصلاة والسلام، والإمام يضطر إلى قتالهم. فإذن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، البيان اللي بيناه، في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون وارثين. هناك قصة تنقل، وهذه القصة مضمونها هو مضمون حقيقي يتكرر في طول التاريخ. يقال أن مجموعة من المؤمنين هؤلاء اجتمعوا
في النجف الأشرف، من أماكن متفرقة اجتمعوا في النجف الأشرف وبدأوا بالدعاء والإطاعة لله سبحانه وتعالى. 313 واحد، لأنه أكو في الحديث إذا كمل أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام يظهر كملوا، يعني ناس بمستوى تحمل المسؤولية. الحلقة المقربة 313، الحلقة الثانية 10,000، إذا هذول كملوا الإمام يظهر. فذول اجتمعوا 313 واحد في النجف الأشرف بالدعاء والطاعة، وكانوا من خيرة المؤمنين. ثم بعد ذلك قالوا إحنا 313 مؤمنون نعبد الله سبحانه وتعالى في قمة الإيمان، فلماذا الإمام لم يظهر؟ والإمام تكليفه أن يقيم العدل، لكن إذا تهيئت الظروف. فاختاروا أفضلهم، أفضل ذول 313 اختاروا ليذهب إلى وادي السلام، عسى ولعل يلتقي بالإمام أو بواحد نائب عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويوجه هذا السؤال له، أنه إحنا جنود جاهزون، فلماذا لم تظهر؟ وطبعا وادي السلام حسب الأحاديث أرواح المؤمنون تجتمع فيه، إحنا نشعر بالجانب المادي فقط، أكو جانب غير مادي لا نشعر به. إذا نريد نمثل فد مثال بسيط، إحنا الآن في هذه الغرفة أو في هذه الصالة، وفي هذه الصالة الآن آلاف الأمواج التلفزيونية موجودة من الفضائيات والإذاعات كذا، لماذا لا نشاهد الصور الآن مع أنه موجودة الأمواج؟ لأن حواسنا ما إلها قابلية إلى التقاط هذه الأمواج، هي موجودة هذه الأمواج، لكن جسمنا ليست له قابلية لالتقاط هذه الأمواج. إذا جبنا جهاز تلفاز أو مذياع، هذا المذياع إلى قابلية للالتقاط، هي الأمواج موجودة بس إحنا ما نشعر بها، إلا إذا كان جهاز، هذا الجهاز إلى قابلية. الآن إحنا أجسامنا منحصرة بالأمور المادية، في نفس هذا المكان أكو باطن وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا الباطن إحنا لا نشعر به لكن الإنسان الميت يشعر به. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الآن في هذا المكان مليء بالملائكة والشياطين ولعله أرواح المؤمنين، إحنا ما نشعر بهم لأن هذه حواسنا ما إلها قابلية التقاط أو الشعور بهذه الأمور. على كل حال وادي السلام إن إحنا عندما نروح إلى نشوف مقبرة، وقد تكون مقبرة مخيفة، لكن هناك أرواح المؤمنون تجتمع هناك وهم في قصور ومنعمون، لكن إحنا ما نشعر بنعيمهم، هم موجودين بس إحنا ما نشعر بنعيمهم، لا نشعر بقصورهم، لا نشعر بحورهم، بس هي موجودة. على كل حال فهذا الشخص خرج من النجف إلى وادي السلام وهو ملتصق بالنجف، وطلبه أن يلتقي بالإمام أو بنائب عن الإمام ويسأله عن السبب. عندما دخل كان هو بمستوى من الإيمان والورع والتقوى اللي كان له قابلية لأن يشاهد بعض الأمور، لأن هي درجات، الإيمان درجات. فالله سبحانه وتعالى كشف عنه غطاءه فشاهد بيوت وقصور وأماكن، لعلها أرواح المؤمنين كانت أو من الجن كانوا. فأحدهم، أحد ذولاك الناس اللي بالمكاشفة شافهم، دعاه إلى منزله، وبعد ذلك عرض عليه أن يتزوج بنته، قال تعال اتزوج بنتي. فليلة الزفاف
دخل في غرفة العروس، بمجرد أن دخل في الغرفة طرق الباب، قال ها شكوش، قالوا الإمام عليه الصلاة والسلام يطلبك. قال زين، قول الإمام شوي ينتظر لحظات دقائق. طول طريقة الباب مرة ثانية، الإمام ينتظرك عجل. قال خلي شوية الإمام ينتظر. المرة الثالثة طرقة الباب، فصار عصبي، قال له هسه الإمام ما شاف له غير وقت، هذا غير هذا الوقت، ليلة زفافي وليلة عرسي وأنا داخل في الغرفة، هذا الوقت يطلبني. بمجرد أن ذكر هذا الكلام فجأة رجع علي الغطاء، وإذا به يرى نفسه في المقبرة. رجع إلى أصحابه قال أنا أفضلكم وهالشكل، أرجح الدنيا على الإمام عليه الصلاة والسلام. فإحنا مو بذاك المستوى من تحمل المسؤولية. زين، هذه القصة هي قصة حقيقية، لنفرض أنها مثل، لكن مضمون القصة هو صحيح. ذول اللي كانوا مع الإمام الحسين منو كانوا؟ الإمام خرج من المدينة 2500 نفر مع الإمام. ليش؟ لأن الإمام كان يخرج لكي يكون في الكوفة هو الحاكم، 2500 واحد وياه. في زرود حينما وصل خبر استشهاد مسلم بن عقيل 1500 منهم طاروا، وفي ليلة التاسع من المحرم والعاشر من المحرم 1000 واحد كانوا، أكثر من 900 واحد في تلك الليلة التاسع والعاشر هم طاروا، وبقى مجموعة قليلة جدا. هاي المجموعة القليلة 30 واحد بعدين التحقوا بجيش الإمام في يوم عاشوراء، مو فقط الحر، 30 واحد أيضا التحقوا بجيش الإمام. على العموم، وقسم منهم أقرباء الإمام 16-17 واحد منهم، وأمير المؤمنين كذلك. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الصحابة خذلوا أمير المؤمنين، إلا القليل من موافى لرعاية الحق فيهم. إذن إذا إحنا لنكون بالمستوى المطلوب لا سمح الله في الموقع المفصلي في الامتحان، واحد لعله يسقط. لذا في الحديث أعوذ بك من مضلات الفتن، أكو فتن تضل الإنسان. واحد من الإخوة هو نقل لي شخصيا قال أنا هذه الكلمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، كنت أقرأها من أعماق القلب وأتأسف كثيرا أن الله سبحانه وتعالى خلقني بعد قضية عاشوراء بأكثر من 1200 عام، وكنت متأكد من نفسي على أنه لو كنت في يوم عاشوراء كنت من أنصار الإمام. يقول في ليلة من الليالي، هو شخصيا قال لي يعني بدون واسطة، يقول رأيت في الرؤيا يوم عاشوراء وأنا من جيش الإمام. يقول ذهب الأصحاب وقتلوا، بقيت أنا والإمام. الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسين، قال قاتل دوننا، يلا تفضل، مو أنت دائما تقول يا ليتنا كنا معكم، يلا هذا يومك. يقول رفعت يدي وقلت له لا. يقول مرة ثانية الإمام قال لي قلت لا، المرة الثالثة الإمام قال لي قلت لا، فاستيقظت مرعوبا من النوم وحمدت الله سبحانه وتعالى أنه كانت رؤيا، ولو كان في عالم الحقيقة من سمع واعيتنا فلم يجبنا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. فإذن علينا بالورع والعمل وتهذيب النفس والدعاء حتى إذا الإمام ظهر نكون من أعوانه لا من أعدائه والعياذ بالله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها